الو اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم. عدنا بعد الفاصل لمتابعه برنامج نبض مصر. بيشرفنا في الفقره ديت حضور الدكتور ماجد جورج، عضو لجنه اداره الازمات. اهلا يا دكتور، شرفتنا. معانا المهندس جون طلعت، الناشط السياسي، ومعانا الاستاذ وليد غالي، منسق اعلامي بالكنيسه الانجيليه. اهلا وسهلا، شرفتوني. اهلا بيك. هنستكمل حديثنا عن اليوم الثاني في الانتخابات الرئاسيه وكيف كانت. هبدا استاذنكم بالدكتور ماجد. دكتور ماجد، من خلال لجنه اداره الازمات، حضرتك شايف اليوم الثاني النهارده مختلف عن امبارح، ام ان الاعداد اللي نزلت امبارح تقريبا نفس الاعداد اللي نزلت النهارده؟ للاسف احنا شايفين ان احنا الاعداد قلت، مش كمان مش يعني كنا منتظرين ان احنا بعد القداس ويوم حد الناس كلها هتنزل. للاسف الاعداد قلت في بعض المحافظات بالذات في الصعيد. امبارح الصعيد كان ابتدى يبقى فيه تفاعل وبعض المشاحنات وحاجات زي كده، انما النهارده المنيا وسوهاج وقنا اجزاء كبيره منهم للاسف ما هياش متفاعله زي ما احنا منتظرين. طب دكتور، هل ده نتيجه لمشاكل معينه؟ هل نتيجه ان في حد بيخوفهم يقول له ما تنزلش الانتخابات، نتيجه لصعوبه الطريق الوصول الى اللجان الانتخابيه، او نتيجه لحراره الجو؟ يعني الناس مش عايزه تنزل ليه؟ للاسف يعني احنا طبعا حضرتك عارف احنا عاملين غرفه عمليات، وغرفه العمليات ديت يمكن متعاون معانا فيها مجموعات كبيره جدا من كل التكتلات القبطيه، المحامين على الشباب، يعني مجموعات كبيره جدا، حتى يعني ناس كبيره جدا شغاله معانا متفاعلين مع الشارع. حجم المشاكل اللي جايه او اللي جات لنا والشكاوى اللي جات لنا في ال 48 ساعه اللي فاتت، احنا ابتدينا من يوم الجمعه، كلها بتنحصر في لجنة أحد المستشارين صمم في الأول على موضوع بتاع القلم، ودي قعدت في الأول عاملة مناوشات كتيرة بين الناس وبين إن هم عايزين يستخدموا قلمهم، والمستشارين عايزين يستخدموا القلم بتاعتهم، خايفين على الناس، فدي كانت حاجة بوزيتيف بالنسبة لهم، بس يعني كانت مفهومة غلط. الجزئية التانية اللي هي للأسف في بعض يعني الدوائر قليلة كان فيها تسويد للورق، اللي هو البطاقات المسوده او الدفاتر المسوده اللي اتكلم عنها في جزئيه، بس في جزئيه ثانيه ان كان في بيتم تسويد الورق بالخطا لبعض الناس. و يعني مش فاهم يا دكتور، يعني ايه يتم تسويد الورق بالخطا؟ لحضرتك بتدخل واحده ست عجوزه هي مش عارفه تتصرف ازاي، فبيجي حد بيروح يقول لها طب انا ساعدك يا امي، ويروح يعلم على احد المرشحين. الكلام دوت جالنا شكاوي منه، في احد الشكاوي كانت واحده داخله مع امها، فلغايه لما سمحوا لها انها تدخل ورا امها، الشخص اللي حاول ان هو يسود لها او سود لها بمعنى اصح عند مرشح غير اللي هي طبعا طالباه، فبنتها بتبص بتقول له ايه، فودى لها الورقه عشان تحطها في الصندوق، فبتبص تقول له ازاي انت حطيت دي؟ قال لها امك طلبتها. قالت له مش ممكن امي تطلبها. إذن ده نوع من أنواع التزوير الفعلي وليس تسويد البطاقات التي سمعنا عنها من مستشار حاتم بجاتو أمس، يعني أن كان في بعض الدفاتر مسودة من المطابع الأميرية، ده تزوير داخل اللجان الانتخابية. بالفعل. بس عايز أقول حاجة برضو، يعني الواحد عشان يعني نقول البرو كونت، الحق يقال مجرد ما تم إبلاغ الجهات المسؤولة بالكلام دوت، في اتنين يعني مسؤولين عن لجان اتشالوا من اللجان بتاعته. مستشارين تمام. يعني احنا بنقول بنطمن الناس كلها ان العمليه الانتخابيه ماشيه بنزاهه كامله، واحنا بنثق في القضاء تماما، يعني احنا مدين كل ثقتنا وكل ثقلنا على القضاء. القضاء بيحمي العمليه الانتخابيه وبيامن اللجان بقدر الامكان، ولكن اكيد هيكون في بعض التجاوزات ولو البسيطه، يعني هي التجاوزات الى حد ما مقبوله. مفيش حاجه اسمها مفيش حد تعرض لحد هيضربه او بتاع، يعني اقصاها لو حد كان بيتكلم او بيهوش او حاجه، وده حصل يوم الجمعه، انما ما حصلش السبت والحد ان في تهديد مباشر، ما حصلش يوم النهارده ان في حد راح جاء تعرض لحد داخل عشان يؤيد مرشح فراح هجمه او حاجه زي كده، يعني تعرض بدني معين او بتاع، ما حصلش حاجه زي كده. كويس، وده اللي مخلينا احنا مستغربين ليه حجم الهبوط في الاقبال
مش موجود كويس. احنا المره اللي فاتت كان تواجدنا مؤثر وفعال، النهارده للاسف وكان الشعب كله واخد ده من خلال تواجد، لو احنا اتكلمنا عن الشعب القبطي، من خلال تواجد الشعب القبطي في الانتخابات في المرحله الاولى، قيل ان الشعب القبطي قدر ان هو ينجح مرشح او يرجح كافه مرشح مرشح اخر. بالفعل. فاحنا بنناشد جميع الشعب القبطي ينزل، اللي ما نزلش لسه قدامنا حوالي 4-5 ساعات، انزل انتخب وادلي بصوتك. هنتقل الى المهندس جون طلعت. باشمهندس جون، انت لك خبره سابقه كما تكلمت معايا في الفاصل عن موضوع التزوير في الانتخابات وما حدث في انتخابات مجلس الشعب السابق، واكدت على نزاهه الانتخابات بنسبه 90-95%. بصفتك من الشباب يا باشمهندس، دلوقتي انت شايف الشباب بتوعنا مش عايزين ينزلوا ليه؟ يعني احنا عمالين نناشد من امبارح في جميع القنوات، القناه بتاعتنا وجميع القنوات الاخرى، انزل روح ادلي بصوتك. طب انت مقاطع ليه؟ انت في نفس السن تقريبا ونفس الفكر بتاع شباب الثوره، الناس دي مقاطعه ليه؟ الناس دي مقاطعة ليه؟ علشان هم يعني بعد الثورة ما كانوش يتمنوا ان احنا نوصل للاثنين مرشحين دول. يعني وصلنا خلاص، فوصلنا ودخلنا لعبة وادينا لها الشرعية. يعني انا بقول ان احنا نزلنا اول مرة، الناس اللي انتخبت حمدين، انتخبت ابو العز، انتخبت خالد، ايا كان من انتخبت، يعني انتخبت اي حد، فهي قدت حطت صباحها، فهي قدت شرعية للانتخابات. فما دام اديت شرعية للعبة الانتخابات كلها، يبقى لازم تكمل. فانت قدامك فصيلين. انا شايف ان انت دلوقتي يعني في خلال ساعات احنا بنحدد هويه مصر هتبقى عامله ازاي. نزاهه الانتخابات بتخلي تقول ان فعلا مفيش تزوير، وما تقدرش تقول مين اللي كسبان وكده. هو دعنا لا نقول ان في تزوير، احنا هنقول انا بقول لك لا، ما انا بقول لك مفيش تزوير. القضاء القضاء يحكمون العمليه الانتخابيه. انا بقول لك فعلا مفيش تزوير، الانتخابات دايره بتصير عمليه انتخابيه نزيهه جدا، بنسبه كبيره جدا، يعني بنسبه فوق ال 95% ده حقيقي، يعني بمقارنه بانتخابات مجلس الشعب، بمقارنه بمجلس الشورى، بمقارنه ده كله. اللي انا عايز اقوله ان احنا في الاخر لو عدد الناس اللي ما شاركوش زي مثلا انتخابات مجلس الشورى، كانت نسبه المشاركه 7%، ومع ذلك ادت شرعيه كامله للبرلمان الشورى. والبرلمان اوريدي اعضاء نجحوا، بالظبط نجحوا وبقوا موجودين وليهم كامل الشرعيه، لان فصيل معين او فئه معينه مشيت وراهم، بالظبط، وليهم كامل الشرعيه. فالمقاطعه دلوقتي هتجيب لنا فصيل وهياخد شرعيته بالكامل ويبقى ضد ارادتنا، وساعتها احنا اللي هنقعد يعني مش مبسوطين من ده. فعلشان كده امبارح كنت على نيويورك تايمز يعني في تسجيل معاهم، فكان بيقولوا لي مينا دانيال لو كان موجود كان هينتخب مين؟ فقلت لهم مينا دانيال لما مات ما ماتش عشان يجيب الاخوان، ده اللي انا متاكد منه تماما. يعني وهذا يعني فكرك الشخصي يعني؟ يعني ده فكر الشخصي اللي انا متخيله. احنا متروك اصوات الناخبين لهم ولفكرهم ولكل ناخب، انا بتكلم حق على الادلاء بصوته كما يرى. ما بالظبط، يعني انا فعشان كده بقول لك الناس اللي يعني هما كتير قوي من الشباب شايفين ان دم الشهداء راح علشان ما يجيبش ده او ده، لكن اللي انا بقوله اللي انا متاكد منه، انا واحد من الناس اللي كنت موجود في الميدان وكنت موجود في ماسبير وشفت الناس دي كلها، الناس دي ما ماتتش عشان تجيب الاخوان، ما ماتتش عشان تحول مصر الى دوله اخوانيه وليس دوله دينيه كمان. يعني انا كان معاك الدكتور عبد الرحمن بيرو كان بيقول ان الاخوان مدنيين، فلا استحاله الاخوان عمرهم ما يكونوا مدنيين. ان المدني يعني يرجع للدستور، يرجع للقوانين، ما يرجعش للشريعه، ما يرجعش لتطبيق الشريعه، فده مبدا الاخوان. فنحن في قطر باقي ساعات قليله، بيحدد مصير مصر، بيحدد الهويه المصريه تبقى عامله ازاي. فانا بناشد الناس اللي بتقاطع والناس اللي ما نزلتش والناس اللي مكسله والناس اللي بتقول لا اصلا كده كده ما فيش فايده، لا في فايده كويسه قوي، لازم ننزل، لازم هنشارك، لازم نحدد هويه مصر، بلد اللي احنا بنعيش فيها، بلدنا كلنا اللي بتعيش جوانا، فلازم كلنا ننزل. يعني طبعا سيدنا البابا شنودة قال ان مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. هنتقل الى الاستاذ وليد غالي، المنسق الاعلامي بالكنيسه الانجيليه. استاذ وليد، انت شايف برضو بصفتك شاب زي جون كده، الفصيل اللي هو فصيل الشباب او سن الشباب ده، لو جينا اتكلمنا بالذات عن الكنيسة الإنجيلية، وأنا عارف إن الكنيسة الإنجيلية لها نشاط كبير جدا جدا بالنسبة للشباب، هل كان في دعايات ما قبل الانتخابات لنزول الشباب دوت إذا كانوا منتمين لبعض الأحزاب أو بعض الفصائل الشبابية التي تريد أن تقاطع الانتخابات، وهل كان الكنيسة الإنجيلية لها دور في هذا أم لا؟ أولا أستاذ ألبير بشكرك برضو على دعوتكم لينا النهاردة في المشاركة، وده امتياز لنا ان احنا نتواجد معاكم على مائدة الحوار، وان احنا
نبحث ونتحقق مع بعض ككنيسة واحدة، مش ككنيسة إنجليزية ولا كنيسة كاثوليك ولا كنيسة الأرثوذكسية الموقرة المهيبة. لكن أنا عايز أقول لك إن الكنيسة الإنجليزية هي شأنها شأن أي 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 فصيل مصري وطني همه إن البلد دي تطلع لقدام. فما فيش رسائل موجهة بعينها نقدر نمسكها نقول يا جماعة انتخبوا الفلاني الفلاني. لا خالص، أنا لا أتكلم عن رسائل موجهة ولكن أتكلم ما أنا هقول لحضرتك ما بكلمش توجيه الناخب لمين، لكن أتكلم عن توعية الناخب بالانتخابات. الأورنس أو التوعية ده شيء مفروغ منه في الكنيسة، زي ما حضرتك شهدت في نفس السؤال إن الكنيسة لها باع كبير أو في تواجدها في نبض الشارع المصري من بدايات الثورة، وأنا شرفت إن أنا أكون موجود في الثورة المصرية من 25 يناير، ووجودنا في وحدة الإسعاف المركزية الخاصة بالكنيسة وفتحنا أبوابنا للمجتمع. أنا عارف إن كنيسة قصر الدبارة كانت مستشفى عامة بالنسبة لمصابي التحرير أو مصابي الثورة. بشهادة الجميع الكنيسة هي جزء من الوطن، هي جزء لا يتجزأ، لا تنفصل طبعا عن الوطن. إحنا مش مش من أنصار البعض التحريف في الآيات اللي بتقولك إن إحنا نزلاء وغرباء عن الأرض، فإحنا نقاطع العالم نقاطع المجتمع، لا إحنا فصيل أساسي، إحنا ننصهر أكتر، نمد إيدينا بالخير وبالرحمة للناس اللي حوالينا. ودي اللي كان المسيح بيعلمها لنا، إن إحنا أحب العالم أجمع، والمسيح جه للعالم كله. فبالتالي أنا ما ينفعش إن أنا أخد جانب سلبي وأتفرج وأقول آه لا برافو عليكم، يا ريت تتحركوا للناحية الفلانية، يا ريت تعملوا كده. لا، الكنيسة تشارك وتشجع الناس، بوش اتحركوا، ده دوركم، ده وطنكم اللي ربنا وصانا عليه. لما نفتكر معايا في البدايات الخليقة من أيام حواء وآدم، لما الأرض كانت خاربة وخالية، الرب ما شافش، شاف ده ما كانش كويس. بعد كده قال لي آدم اشتغل في الأرض وصلحها واصنعها وخليها كويسة. احنا دورنا ان احنا نشجع الناس. انا بس عايز ارصد لحضرتك حاجة بسيطة لو تديني بس. انا هستأذن حضرتك قبل ما ترصد، عندنا الأستاذة سلوى من بني سويف عندها شكوى وهرجع لحضرتك. أوكي. خليك فاكر هنرصد حاجة. اوكي أستاذة سلوى، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضلي يا فندم، ايه شكوى حضرتك؟ انا كنت عايزه اقول حاجه حضرتك. دلوقتي كنتوا عمالين تتكلموا عن تزوير الانتخابات، والاستاذ جون قال ان مفيش تزوير انتخابات، لكن لا، احنا كان عندنا، انا من بني سويف من سموسطه حته اسمها البركه، انا ما رحتش. معلش اسم المنطقه تانية يا فندم. سموسطه، مركز سموسطه، محافظه بني سويف. تمام. من منطقه البركه. ايوه سموسطه البركه. اه مظبوط. تمام. احنا امبارح لما رحنا ننتخب، ان كانت لجنتي لجنه 13 في مدرسة اسمها مدرسة شمرة الابتدائية. أما رحنا ننتخب، كانت في القاضية اللي هناك اللي كانت رئيسة اللجنة كان اسمها أمينة سعيد، دي كانت بتمنع المسيحيين والمسيحيات إن هم يدخلوا، كانت مش راضية تخلينا ندخل اللجنة حتى عشان ننتخب. والناس اللي كانت بتدخل كانت بتجبرهم إن هم يختاروا مرسي، كانت بتجبر الناس اللي داخلة إنها تختار مرسي، سواء بقى إنها تكتب لهم في بطاقاتهم للناس الأمين اللي مش عارفين يقروا، أو تقعد تقول لهم اختاروا مرسي وتقعد تكلمهم كتير، بس أجبرت الناس إن هي تختار مرسي. احنا قدمنا شكاوي كتير لغايه ما بالفعل تم تغييرها ودخلنا ننتخب. وانا عايزه اشجع الناس كلها دلوقتي ان هي تنزل تنتخب، سواء عندنا في سموسطه او في اي حته يعني. ولما يبقى عندهم اي شكاوي لازم يقولوا، يعني الناس اللي بتشتكي ان هم مش عارفين يدخلوا او ان هو في مشاكل، الناس دي لازم تشتكي، عشان القضاه دول لازم يمشوا، لازم يجي ناس غيرهم. احنا دلوقتي في مستقبل البلد، كلنا لازم نتكلم ولازم ناخد حقنا. طيب الدكتور ماجد هيرد على حضرتك وبعد كده هرجع للاستاذ وليد. دكتور ماجد حضرتك عضو لجنه الازمات. حضرتك الشكوى دي جات لنا امبارح، وبالفعل احنا اتصلنا بالجهات المعنيه، وبالفعل حضرتك المستشاره ديت تم تغييرها. فانا لو تفتكر في بدايه الحديث انا قلت ان في اتنين مستشارين تم تغييرهم من اللجان بتاعتهم، ودي كانت واحده منهم. فبالفعل احنا جالنا خبر حضرتك من امبارح، في زملاء من عندك اتصلوا من البلد عندكم اتصلوا بينا، وبناء على كده تم